سلام حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديدة على القناة. اليوم جبت لكم فيديو فيها جولة في برايمارك، كل ما يخص لي مونطو جاكيت، شنو كاين في 2020، شنو حاطين الكوليكسيون جديدة في برايمارك في ديال 2020. هادشي كامل غادي تلقاو معايا في هاد الفيديو، خليكم معايا حتى الاخر. اول حاجة غنبداو بهاد المونطو اللي كيجي شوية قصير، هو سخون بزاف كما شفتو، داير 35 اورو وزوين بزاف. شوفوا الستايل ديالو، كاين في لي كولور. هنايا راه لبست ليكم كما كتشوفوا في الفيديو كيفاش كيجي شويه نازل وسخون بزاف في القب. كاين في عده الوان كما كتشوفوا، كاين في النوار، في داك الزيتي اللي لبس، كاين في المارون، كاين بزاف الاشكال. وانتوما عليكم غير الاختيار، وسخون بزاف بزاف بزاف. كاين هذا المونطو تا هو قصير، هذا داير 40 اورو ولكن زوين بزاف. شوفوا لا كولور ديالو كي داير البنات، وثقيل سخون بزاف بزاف بزاف. في هذا الثقب بحال هكا سخيخن، الا كانت الشتا ولا شي حاجه واعر بزاف، غادي نلبسو ليكم وغادي تشوفوا كيفاش كيجي. ولكن دوماج انا ما لقيتش الطايل غادي قدي، لبست واحد صغير عليا اكس اس، انا ما كنلبسش الاكس اس، ولكن بغيت نوري ليكم في اللبسه كيفاش كيجي. شوفوا اللون خطير البنات، خطير البنات، اللون زوين بزاف وسخون بزاف، يعني كتحسوا لابسين شي حاجه لا تسدوه، يعني ما تحسوش البرد منين غيدخل ليكم ابدا. يستاهل 40 اورو وبلاكس 40 اورو راه مزيانه بها. وكاين في بزاف حتى هو الالوان اللي بغيتو الاختيارات. كاين هذا نوع اخر 30 اورو ماشي بحالو، هذا ماشي لي دودون، هادو شويه واحد بحال جاكيتات وما فيهمش القب، ولكن حتى هما سخان، حتى هما سخان بزاف. هادو دايرين 30 اورو وفيهم الالوان واختيارات في لي طاي كاملين. شوفوا كيفاش كيجي حتى هو في اللبسه البنات، هذا كيجي حتى هو شويه تحت، ما قصير ما طويل، شويه نازل. شو كيجي يجي زوين بزاف، ما فيش القب هذا باغ كونط، ماشي بحال الاخرين، ولكن سخون بزاف. جاكيت يعني زوينه لهاد الخريف، لبسي شي حاجه من تحت وفوق، هذا صافي راه كافيه، راه سخون بزاف. انا لبستو عرفتي راه حسيت بالسخونيه. كاينين هاد تاهما جاكيت بحال هكا في هاد بحال الصوفا، زوينين بزاف، دايرين 30 اورو ماشي 25، حيت في التيكيت هاديك ماشي ديالهم هانتوما، هنا 30 اورو. كاين تاهما في الالوان، كاين في هاد راه بحال الخضر، ماشي بيستاش خضر راه داير، كاين باج، كاين الابيض، كاين في الالوان. وهنا فيه صديف ماشي سنسله، صديف كما كتشوفوا. انا لبست لكم واحد هنايا كما غتشوفوا في الفيديو في الابيض، كيجي زوين وتا هو سخون مزيان مثل الخريف، بحال هكا في الخريف تلبسي شي حاجه، شي غوب ولا شي حاجه وديريها فوق، زوينه بزاف يعني مسخنك يعني. والثمن زوين بزاف 30 اورو، وتا الستايل كما كتشوفوا مستيلي زوين، ما عندكم ما تقولوا وما عندي ما نقول. كاين هاد النوع اخر، هذا راه ماشي بحال الاخر، هادو كما كتشوفوا بحال سيرفيت، فيهم سنسلو، فيهم القب، وحتى التيسي ديالهم ماشي بحال داك التيسي الاول، هذا ماشي صوفا بحال كما كتشوفوا هنا في الفيديو، انا كنوري لكم. وهذا داير 25 اورو، رخص من هذاك الجاكيت اللي كانت قبل. تهما بالقب وتهما سخان، فوالا هنا لابساه المانكاش شي كي كيجيها. وكاينين في عدة الألوان، كاين في النواغ، في الغوص، كاين بزاف الاختيارات البنات. كيجي هذا شوية قصير ما نازلش بزاف، يعني تلبسي بحال هكا كيما كتشوفوا في الفيديو. أنا درت لكم عرض أزياء لبست، بقيت نلبس باش تشوفوا، حيت ملي كيتلبس كيتبان الحاجة في اللبسة ماشي بحال ملي كتوريها، يعني كيبان الفرق. صافي حتى هو بالقب ديالو زوين بزاف لهاد الفصل زعما، دابا بحال هادو راه هما اللي يلبسو يتلبسو. ومزيان يا واحد ياخد شويه طاي كبر منه شويه باش يكون مرتاح فيها، وحسن من هادوك اللي يكونوا مزايرين. فوالا دابا غندوزو لواحد النوع اخر، حتى هذا راه ماشي نفس هذا، راه شكل اخر كما كتشوفوا. حتى التيسي ديالهم
هذا الرطيطه بهذاك الرطب، يعني ماشي بحال اللي شنا قبل. هذا زايد هذا 30 اورو. الشي كنوريكم الفرق ما بين هاد التيسيو وهاد التيسيو، يعني ما كيجي ماشي بحال بحال. هادو 30 اورو، هادو تما بالجيوبه تما بالقب، وسخان بزاف بزاف. فوالا كاينين في الالوان غري، البيج، الابيض، كاين هذا الماغو كراميل، هذا شويه هذا بحال فيست بالصيف، هذه بوحدها فيها النوار وهذا الماغو كراميل، وفي هذاك الزيتي كدير 30 اورو. زوينه كلاس، كتجي كلاس كلاس في اللبسه. هذه ما لبستهاش دوماج، المهم انا وريتكم كتجي زوينه. كاينين لي مونطو طوال، هادو اللي كيجونو فايتين الركبه بحال هذا، هذا داير 40 اورو. هو هذا هو ماشي نفس الشكل تقريبا، ولكن ماشي نفس الشكل، هذا بوحدو وهذاك بوحدو، ولكن بجوجهم نفس البخي 40 اورو. كيجيو طوال كما قلت لكم تحت الركبه، كتختاروا الالوان. هنا هو لبست هذاك البيج، كيجي زوين. ومرتاحة فيه، هانت في الحزام اللي بغى يدير الحزام، بغى يسدو بحال هكايا سطفو الحزام، سينو بغى يخليه محلول ولا بس. كيجي كلاس في اللبسة، كيجي زوين بزاف. وسخون البنات، سخون، تسولوني سخون سخون سخون. 40 اورو يستاهلها بزاف، وبالعكس 40 اورو والله الا رخيص البنات. تمشيو هذا المونطو في زارا ولا بحال زارا ولا في اش ام ولا في المارك عاديين بحال هكا، تلقاهم غاليين كثر كثر كثر، الوغ في برايمارك والله الا الرخص وزوينين بزاف، موديلات زوينين بزاف. كاين هذا حتى هو لبستو ليكم، كيجي بحال هكا شويه، جاتني الطاي كبيره، ولكن انا عا كنقيس ليكم حيت راه بعد الوقت ما كنلقاش الطاي ديالي، كنقول المهم ماشي مشكل نجرب، يجي ملبوس يبان للبنات في اللبسه كيفاش كيجي. فوالا كاين هادو تا هما بحال مونطو قصار، هذا كيدير 25 اورو. كاينين في الالوان، كاين في هاد البوردو، كاين في النوار، كيما كتشوفوا في القب بالقب. كاين هاد ستيل اخر، هذا في كيما كتشوفوا في البيج وفي النوار. هادو كيديروا على 30 اورو على ما اظن، اه نو 35. هادو هادو 35 فيهم هذاك القب، هذاك سخيخن شويه، سخيخن بزاف ماشي شويه، وتقال البنات 35 اورو، ولكن كيجيو قصار في اللبسه كما كتشوفوا. كاين هذا اللي كيجيو بحال فيست طويله 25 اورو، يعني هادو ما سخانيش، يعني زعما هذيك ما تعاولوش عليهم زعما اللي غادي يسخنوكم، ما كتلبسوا عادي كما شفتوا هكايا، راه لبستها لكم فيديو، وتجي بحال فيست طويله، يعني ماشي هذيك السخونيه، ماشي مونطو سخون، ولكن كيجي كما شفتوا اناق زعما كيجي كلاس. لو بغيتي تلبسي كلاس زوين بحال هكا، غير خدوا الطاي ديالكم، انا خديت الطاي كبر من ديالي. كاين هاد النوع هذا اللي كما كتشوفوا في هاد البلاصه، في هذاك كما كتشوفوا ديال 30 اورو من العنق، عنده هاد التشياد وما عرفتش اش نسميهم. ها هو هنا ملبوس البنات، هو خفيف ماشي سخون، خفيف حتى هو. لا بغيتي غير زعما شي حاجه فوق تلبسي عادي بحال هكايا، زوين زوين وكلاس. وفي الالوان اختيار البنات، راه انا كنلبس لون، ولكن راه كاينين الوان اختيارات، يعني عندكم فين تختاروا، كاين بالعكس غادي تدوخوا. كاين هاد المونطو هذا داير 30 اورو، هاد عارفين هاد لي مونطو لي زامبريمي ديما كيكونوا، يعني ما كي ديمونداوش، زوينين وتقيل وسخون تيسخن، دايرين 30 اورو، الثمن جد 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 مناسب البنات، وكيجي في اللبسه كلاس واعر. ها هو البنات لبستو ليكم، شتي كيفاش كيجي في اللبسه واعر بزاف، يعني
خاصو غير مديوش على داكشي اللي لابسه انا لبسته، ولكن راه يجي واعر مع شي لبسه يجي فن. وهذاك يعني غزال وسخون. كاينين لي دودون البنات هانتوما دايرين 17 اورو في جميع الالوان، اي لون، بيج، احمر، خضر، ابيض، بلون كاسي، اي لون، نواغ. اللي هانتوما هنا دايرينهم في الماركه شي 17 اورو، فنين فنين فنين. راه اللور تاني غتختارو نتوما، كاين اختيار ليكم. هذا بحال اللي قيست لكم قبيله في الباش. شوف الماركه كيفاش جا اللبسه، واعر. شتي البنات كيجي ديري فوق شي هكا كيجي واعر. كاين هادو عجبوني بزاف بزاف، هاد مونطو شوميز، بحال شوميز مونطو ولكن سخينه بزاف، سخونه. شو كيفاش دايره، هي بحال شوميز ولكن راه مونطو، زوينه. كتجي في 25 اورو، واعر بزاف وسخان سخان. كاين هاد السيل حتى هو، هذا راه ديما كيكون هاد السيل تيكون في زارا، تيكون داير 40 اورو. وكاينين هاد لي جاكيت دايرين 35 اورو، اللي كيتلبسوا من جوج لي فاس، يعني جوج الوجوهات، تلبسيها من هاد الوجه قدي تخلي هاد الوجه او هاد الوجه. راه هذاك في الباج وانا لابساه هنايا، وتقدروا تبدلوا هذيك ديروا لداخل وتخلي برا في هذاك الجهه الاخرى، يعني كيتلبس من دوبل فاس ب 35 نو كما قلت لكم 30 اور ولا 25 اور ما عقلتش. هادو بوحدهم 35 اورو، هادو راه عارفين هاد لي مونطو اللي ما كتبغيش الشتا تدخل لك كتلبسي بحال هاد لي مونطو 35 اورو، زوينين ما تدخلش لك الشتا. هذا حتى هو ستيل اخر، دي 40 اورو. تيجي طويل فوت الركبه لتحت، كيجيك طويل بزاف فوت الركبه كاع. هذا 35 اورو ولكن هذا شويه خفيف بارابور الاخر. تاو ستيل قلت لكم البنات عندكم بزاف الاختيارات، غدوخوا. انا صورت لكم غير النص، يعني ما قدرتش نصور كلشي، ما قدرتش نلبس كلشي، ما قدرتش، يعني انا حاولت ندير شويه 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 من الحاجه فقط، يعني كاين بزاف الاختيارات. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو بزاف بزاف بزاف. انا حاولت ندير لكم شويه من الحاجه، وكما قلت لكم اللي حتى شي برايمارك تمشي دابا، اللي بغات تشري الكادوات لعائلتها لخواتاتها راه فرصه زوينه بزاف. الثمن مناسب، وتنظن فيها اختيارات بزاف، يعني ما نظنش ما تدخليش البرايمارك وما يعجبكش شي موديل، ضروري تلقاي الموديل اللي انت باغاه، حيت فيها بزاف لي شوا خاصك تختاري وصافي. تنهنى، نتمنى الفيديو يكون عجبكم البنات. اللي عجبكم ما تنساونيش من لايك، والى فيديو اخر تابوناو في لاشين ما كنتوش مع ابوناي بزاف.